السلام عليكم ورحمة الله. طلاب جريد 4 الصف الرابع، اليوم درسنا هو Multiples of a Natural Number. Multiples نعطي بس فكرة عن العنوان Multiples of a Natural Number. Multiples هو مضاعفات العدد الصحيح، المضاعفات. بمعنى آخر كلمة Multiples of a Natural Number هي الأعداد الموجودة بالMultiplication Table of a Number. يعني أنا مثلاً الأهداف اللي بدي أوصلها to know if a natural number multiple of another one، يعني أنا بدي أعرف إذا عندي رقم هو multiple لرقم تاني، و to know the multiples of a natural number كمان لحتى أعرف المultiples المضاعفات لأي رقم موجود معي. هلأ كلمة مضاعفات يعني المultiples لرقم، كيف بعرفن؟ إذا أنا مثلا ليك هون نعطيني example صغير عم بقول لي the multiples of 2 are، يعني شو هني المultiples للنمبر 2؟ دائما المultiples ببلش من النمبر 0. ليش؟ لأنه إذا منحط إحنا جدول يعني المultiplication table لل 2 من شو منبلش إحنا؟ 2 times 0 2، 2 times 1 2 times 0 0 عفوا 2 times 1 2، 2 times 2 4، 2 times 3 6. أنا شو عم بعمل يعني؟ شو المالتيبلز؟ المالتيبلز هي جواب المالتيبليكيشن تيبل، جواب الضرب تبع التو بأي رقم، فهو بكون مالتيبلز للتو. فإذا بدي أنا مثلا أعد المالتيبلز أوف تو ببلش من 0، 0 تايمز 2 0، 1 تايمز 2 2، 2 تايمز 2 4 إلى آخره. يعني بس أنا مجرد إني بس بزيد 2 2 حسب الرقم اللي معي، ملتبز لمين؟ لل 2، بزيد 2 2 ببلش من starting from 0 6 8 10 إلى آخره. هدول كل هن multiples of 2. طيب هون عندي سؤال صغير بسيط، is 25 is multiple of 5؟ هل ال 25 multiple مضاعف للخمسة؟ يعني بمعنى آخر ال 25 هاي ال 25 موجودة بجدول الخمسة؟ يعني 5 ضرب عدد بيطلع 25، ايه 5 تايمز 5، فاذا شو؟ يس. اذا بقول له بيكوز شو؟ بس مجرد بقول له 5 تايمز 5 ايكوال 25 موجوده بجدول الخمسه. نروح على اخر فكره عندي اياها انا، insert the following numbers between two consecutive multiples of 5. شو يعني؟ يعني انا بدي احط هدول الارقام اللي معي بين عددين multiples مضاعفات يعني للعدد مين؟ 5، العدد 5. طيب عندي انا مثلا هون اول رقم 13، بدي انتبه لشغلي، انا بدي الاقي رقم نمبر قبل ال 13 يكون مالتيبل اوف 5. اول رقم قبل ال 13 مالتيبل اوف 5 هو مين؟ نرجع رقم مثلا، احنا بنعرف انه المالتيبلز اوف 5 هن بنبلش 0 5 10 15، يعني عم بزيد 5 5 انا بس. بنلاحظ انه هو دائما بكون الوانز تبعه يا 0 يا 5. طيب قبل ال 13 مين هو الرقم اللي بقسم على 5 لحتى يكون مالتيبل اوف 5؟ هو 10. هذا ال 10 انا عم بدور على مالتيبل اوف 5، زيد عليه اد 5 15، بس هيك. بنروح على اللي بعدها 32، اول رقم ذا فيرست نمبر بيفور 32 ديفايدد باي 5 هو بكون المالتيبلز اوف 5. مين هو؟ هو 30. بنروح على جدول المالتيبليكيشن تيبل اوف 5 ببين معي زيد 5 يعني اد 5 30 5. اخر وحده معي 7، مين اللي قبل ال 7 بيفور 7 ديفايدد باي 5 يعني هو موجود بالمالتيبليكيشن تيبل اوف 5 هو ال 5 اكيد، زيد 5 هو 10. هذا هو درسنا اليوم، والله يعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله.